دي ايه رايك في ماتش بيراميدز النهارده فنيا؟ والله بص، الشوط الاول مختلف عن الشوط الثاني. الشوط الاول كان فيه تحس فيه نديه ما بين الفرقتين، ويمكن بيراميدز شويه كان اكثر يعني تواجد في نص ملعب النادي الاهلي، ولكن بخبرات النادي الاهلي وبمهاره لاعبيه وباخطاء من لاعبي بيراميدز قدر النادي الاهلي ان هو يحقق فعلا الفوز عن جداره في الشوط الثاني. التغييرات فرقت مع النادي الاهلي اكتر. بص، بنزول عمرو السوليه عمل فارق كبير جدا، وجود قفشه اساسا في الملعب انا شايف بيعمل رابط كبير جدا ما بين نص الملعب والثلث الهجومي. اليو ديانج دايما لعيب قوي جدا في نص الملعب، استخلاصه للكوره وبعد ما يستخلص الكوره بيعرف يسلمها كويس، بيعرف يكمل لقدام كويس. عنده مشكله ان هو بيجي في ال 18 يبتدي اداؤه بيختلف شويه، ما بيقدرش يفنش كويس. أيوة. فدي محتاجه شغل منه هو وشغل من المدرب، لان حرام السرعات اللي بيروح بيها وبيخترق في الاخر ما فيش نتيجه. موسيماني رجل المباريات الكبيرة فعلا. هو بص، هو عنده ميزه مهمه قوي ان هو هادي جدا وبيعرف يفكر هو على الخط، ودي نقطه كويسه. يعني هو صح. ما بيتوترش كتير، لكن هو بيستمد قوته الحقيقية من جمهور النادي الأهلي، من إدارة النادي الأهلي، من اللاعبين والصفقات اللي موجودة جوه النادي الأهلي. بيستمد قوته، وهو عرف يستغل دي بالإمكانيات اللي عنده إن هو ينجح الفرقة ويحطها في مكانة، سواء بقى أفريقية أو مكانة دولية عالية جدا. وهو دلوقتي بقى متصدر الدوري، فكل ده حاجة عامل إنجازات. يعني ايه رايك في سيد ابو حفيظ كمدير كوره؟ سيد مدير كرة مميز جدا. تتواصل معاه؟ بتواصل يعني كل فترة، وهو سيد يعني الحقيقة شاطر ان هو قدر ان هو يحافظ على المكان ده فترة جيت طويلة. وقت اشتغلتوا مع بعض؟ اشتغلنا كتير مع بعض، انا كنت مدير كرة كان هو منسق، وبعدين انا طلعت مدير قطاع الكرة هو كان جه مدير كرة. اشتغلنا كتير. لا، سيد شاطر. و انتوا كان ناقصكم حاجة واحدة بس ما قلتليش ايه؟ ايه، تروحوا جايبين شادي معاكم كده عشان الصفقات تكمل انا بتقعد في كلمتك الكوادر. مره، انا كلمتك على فكره، ايوه كلمتك وكان نفسي انك تكون موجود، بس الحقيقه خلي بالك. بص انا مؤمن بحاجه، التوقيت والنصيب اهم، كله بيروح اقول لك لك. على حاجه، خالد بيبو. اه خالد بيبو ايام ما انا كنت موجود كان خالد بيبو كان بيقعد معايا وكان بيستغرب ان هو يعني ما دخلش النادي الاهلي في عمل هو نفسه عايز اداري. يخدم النادي الاهلي يعني، وما دخلش ولا مره، مع انه خالد بيبو اللي عمل اداء ونتائج وافريقيا وعمل كذا وكذا وسمعته طيبه. النهارده بس مرحله، النهارده بقى ما شاء الله عضو في لجنه التخطيط وماسك مدير قطاع الناشئين، فهي كلها مراحل بالظبط. وسنين. عندك حق. عارف يا يعني ما كابتن حدش انا كنت يستعجل. بقول ايه دايما؟ هو ده، انت بتحب اهم حاجه، انت بتحب ناديك ولا لا؟ سيب النادي يختار الافراد اللي بالظبط. ينجح بيهم. جاب هادي هنا، ما تقعدش تنظر من بعيد تقول بالظبط، هادي وازاي مش عارف ايه وده صحيح. ازاي. لا، هادي موجود باخلاص وبحب، روح ادعمه وبارك له وقول له انا معاك في دارك، محتاج اي حاجه ومش عايز اي حاجه. بالظبط. انا بشوف اللي بيحب النادي يعمل كده، لان ربنا بيوزع الرزق. طب ما احنا بيجي وقت تقعد، وبعد كده تيجي نيجي قناه النهار، صح. قبلها قناه الاهلي 7 8 سنين، فهي بترضى ده على مستوى الزمالة اللي بيننا وبين بعض، بالظبط. يعني نتمنى الخير لبعض، بس صح. على مستوى بقى اتخاذ القرار، صاحب اتخاذ القرار هو المسؤول. هو المسؤول. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان ان ان, إن هو ما 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 حطنيش في مكان معين جوه النادي، يعني معنى ان انا اطلع اقول عليه ان هو مش الله ينور كويس. عليك. لا، الله هي ينور. هي الفكرة مش كده. الفكرة صح. ان انت هو عنده اولويات معينة، عنده مراحل معينة، عنده وظائف معينه، عنده خطه معينه عايز يعملها في الكوره، فبالتالي هو الاشخاص دي اللي مريحاه، اللي حس ان هو التطوير هيمشي من في الطريقه دي. او شايف في حد حاجه كويسه عايز يطلعها فيه. بالظبط. ايا كان، لكن في الاخر اللي يبعد عن النادي شويه المفروض يدعم النادي من بره، مش عشان هو صح بعيد عن النادي يبتدي يتقلب صح صح ضد متفق معاك 1000000%. عايزك